الشيخ محمود الفرصة كلما أتيحت له ليقف مع ابنه ليعلمه وينصحه. اديته فكرة ان القرآن الكريم ما هوش شيء بيحفظ ويسمع، القرآن الكريم لازم تحفظه بفهم. بدأ الشيخ ياسر طبعا وانا عندي 14 سنة، اللي هي كنت في سنة تانية اعدادي حاجة زي كده، بدأ يجي حفظني من جديد. بالنسبة للتحفيظ ثم التحفيظ ثم العقاب، هكذا يكون الترتيب. التحفيظ اولا، التحفيظ ان انا بقول له يا عبد الله احفظ كذا كذا كذا. طيب هو اهمل، ابدا ان انا مش اعاقبه، عامل التحفيز هيخش هنا بقى، هقول له يا عبد الله طب انت لو خلصت مثلا سوره ال عمران على كذا كذا مثلا خلال الايام القادمه لك مني هديه كذا، ابدا يبقى فيه عنده لهفه وشوق ان ياخد الهديه. طيب ده تحفيز. طب ما نفعش التحفيز يبقى العقاب. انا كنت بستخدم معاه اسلوب لا بزعق ولا ما فيش مشكله، انا كنت بتجنبه تماما، بحاول بقدر المستطاع ان انا اتجنبه شويه، يعني اقسو عليه بس يعني اذا نادى عليه ما ردش عليه، ما ادوش اهتمام، يحس ان انا في جانب من الاهمال، فبيبدا هو يرجع ويرجع لجانب التحفيز مره تانية. طبعا القران شيء جميل في حفظه، يعني بيهذب الانسان، بيخليك تعامل مع الناس، يعني هو القرآن بيشرح كل حاجة في الدنيا، يعني كل حاجة بيشرح لك حياتك، أي حاجة بتكشفها في القرآن، كل حاجة بكتشفها في حياتي بتكون في القرآن دايما. يعني كنت أحفظ مثلا من أي موضع أبص ألاقي الموضع اللي أنا بفهمه، أنا لازم أما أجي أحفظ بفهم، لما كنت أجي أفهم الموضع اللي أنا أحفظه أبص ألاقي دي حاجة مشروحة في الدنيا.